بعد طوافه في دول أمريكا اللاتينية زائرا كوبا والمكسيك وكولومبيا والإكوادور، اختتم وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل جولته في فنزويلا، فوقع مع نظيرته الفنزويلية دلسي رودريغيز ثلاث اتفاقيات، الأولى تتعلق بالتعاون المشترك، والثانية بإعفاء جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة من تأشيرات الدخول إلى كلا البلدين، والثالثة مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رودريغيز، رأى باسيل أن إسرائيل تستنسخ نماذج مشابهة لها في التصرف والتعدي على حق الشعوب في الوجود والاختلاف، لأنه لا يمكن أن نصدق أن هناك صدق وجهد دولي حقيقي ويسمح لداعش أن تتحول إلى دولة عظمى باستمراريتها بظلم الناس. وهذا الأمر بيخلينا بيسمح لنا أن نتساءل، هل تلقى على مجموعات داعش القنابل أو المساعدات؟ وتسلم باسيل مفتاح مدينة كاراكاس من رئيس بلديتها خورخي رودريغيز، والتقى الهيئة الإدارية للنادي اللبناني الفنزويلي، ثم جال على مسجد الشيخ إبراهيم لينتقل بعد ذلك إلى كنيسة مار شربل، قبل أن يضع إكليلا من الزهر على نصب التذكاري لقائد تحرير أمريكا اللاتينية من الاحتلال الإسباني سيمون بوليفار. ولأن المغتربين هم أكسجين لبنان، فقد التقى وزير الخارجية أبناء الجالية اللبنانية في كاراكاس. الدولة اللبنانية إذا قصرت ما بعتت طيارة الميدل إيست على كل هالدول لعند 12 مليون لبناني استكترت عليهم طيارة وخط طيران، أنتوا اللبنانية اللي هون قادرين تعملوا خط طيران ينزل على لبنان. ووعد باسيل المغتربين بالعمل من أجل قانون استعادة الجنسية، ودعاهم إلى المشاركة في المؤتمر الاغترابي الذي يعقد بين 21 و23 من شهر أيار المقبل.